بكم من جديد على قناة بيزنس يور ماني اونلاين. في الفيديو ده هنعمل اثبات السحب 23 لموقع فيكس جروب، الموقع الروسي اللي اتكلمنا عليه، وقلنا ان الموقع ده نقدر نستفاد منه عن طريق الاستثمار، كمان نقدر نروج للموقع ونكسب من البونص اللي بيصل ل15,000 روبل على حسب الفيديو وعلى حسب نسبة المشاهدة وعلى حسب الناس اللي مسجلة معاك ومستثمرة من خلالك. هنعمل اثبات سحب في الفيديو ده ب211 روبل، وهنعمل ايداع تاني ب100 روبل. زي ما هنا شايفين دي اجمالي الاستثمارات 3000، اجمالي السحبات 6000. يعتبر الاستثمار انا استثمرت 3000، ربحت 3000 زيهم، يعتبر ضعف الاستثمار اللي انا استثمرته في الموقع. هنعمل اثبات سحب ب211، هنروح على السحب، هنسحب على محفظة البير، هنروح هنا نضغط على كلمة ريفرش او ريلود للصفحة عشان نشوف اخر السحبات في الحساب بتاعي. هنا زي ما هنا شايفين دي هنا اخر السحبات، هنروح على الموقع، بعد كده هنختار هنا محفظة البير، بعد كده هنكتب هنا 211 روبل، بعد كده هنضغط على كلمة سحب. انتظر السحب يتم على محفظة البير. زي ما هنا شايفين تم اثبات السحب 211 روبل بتاريخ النهاردة 8/1. هنروح على البير وهنعمل ريفرش للمحفظة. زي ما هنا شايفين تم اثبات السحب 211 روبل بتاريخ النهاردة 8/1. نروح نعمل ايداع تاني ب100 روبل، هنضغط على كلمة ايداع من هنا، بعد كده هنا نختار الخطة الأولى، بعد كده هنختار هنا محفظة البير، بعد كده هنكتب هنا 100 روبل، بعد كده هنضغط على كلمة إرسال، بعد كده إرسال مرة تانية، بعد كده بينقلنا على محفظة البير، بضغط على عملة الروبل من هنا وبضغط على كلمة كونفيرم. زي ما هنا شايفين نقلنا على رصيد الحساب في المحفظة، بضغط على عملة الروبل من هنا وبضغط على كلمة كونفيرم. زي ما هنا شايفين تم الإيداع ب100 روبل بتاريخ النهاردة. لو نزلنا هنا الأسفل هنلاقي هنا الإيداع بتاعنا بتاريخ النهاردة 8/1 بقيمة 100 روبل. طريقة التمويل بتضغط على كلمة بونص من هنا، بعد كده بتبدأ هنا بترفع له هنا اللينك الريفيو الخاص بيك، بتضغط على كلمة إرسال. هو لما بيراجع الريفيو بيبدأ يديك البونص من 60 روبل ل15,000 روبل. زي ما هنا شايفين دي كلها سحبات، ده آخر سحب بتاريخ 6/1 بقيمة 25 روبل. نقدر نستفاد من الموقع ونبدأ نستثمر فيه. أي سؤال أو أي استفسار تقدر تسيبه أسفل الفيديو. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.